حياكم الله وإلى بغداد مرة أخرى، ومنها المشترك فاضل الكعبي. المتسابق الملا فاضل الكعبي، العمر 26 سنة، من محافظة بغداد. صوتوا لي على رقم التسلسل 57. كل من يفارق الأعزاز يكثر ونينة، والمال بالدنيا أخوان ما حد يعينه. كل من يفارق الأعزاز يكثر ونينه، والمال بالدنيا أخوان ما حد يعينه. يا بالفضيل هذا حسين للمشرع يدير العين، ما حد يعينه ما حد يعينه. أفلح ونجا من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. المتسابق فاضل عباس الكعبي، من محافظة بغداد، العمر 26 سنة. أفلح ونجا من صلى على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يرى الماي يرى الماي ينسى كل ألم، كل من ينسى كل ألم، كل من يرى الماي يرى الماي وين لو ناظر مرة. أوين لو 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 ناظر مرة. يرى الماء يرى الماء يرى الماء يرى الماء عسلا بالنهر بعديك. يرى الماء يرى الماء ضام تموت والشرب المية عندك أن للحسين يولا. يا ضام تموت والشرب يا لمي خادم الحسين وسام الغراوي. أحسن على كيفك ملا، على كيفك فدوى روح القدس. أحسن. كأني بمولاة زينب عليها السلام تخاطب أخيها الإمام الحسين سلام الله عليه، بعدما رجع من مصرع مولاي أبي الفضل العباس سلام الله عليه. تقل من توادعتوا شو طولتوا، من توادعتوا خوية شو طولتوا، بآخر لحظة حسين اش قلتوا، شو رديت مشيب كلك، ما تقل العباس اش قله، من توادعتوا على حب سيدي ومولاي قمر العشيرة أبو الفضل العباس. أسمعونا صلوات محمد وآل محمد. من توادعتوا شو طولتوا،
بآخر لحظة حسين ايش قيلتو الله الله من توادعتو شو طاولتو بآخر لحظة حسين ايش قلتو ايش ورديت مشيب كلك ما تقل العباس ايش قلك من تواداتو من توا هلا هلا بخدام الحسين من تواداتو شو طاولتو من تواداتو شو طاولتو بآخر لحظة حسيني ايش قيلتو بآخر لحظة حسيني ايش ورديت مشيب كله ما تقل العباس ايش قلك شو رديت مشيب كله ما تقل العباس ايش قلك من تواداتو من تواداتو وش قال لك راعي الويفة وش قال لك راعي الويفة لما نريحت ودعت انت الريحت بس ايش عجب رديت مو ذاك انت رديت مو ذاك انت ذب لا نشوف انك مثل عود الذبل مو وقته ذب لا نشوف انك مثل عود الذبل مو وقته شنه الحصل يم النهار شيبت من سمعته شيبت من ايش قالوا جاسك شيب راسك يا ابا عبد الله ايش قالي وجاسه شيب راسه خويا احكي بداعت عباسك خويا احكي بداعت عباسك خلني من آخر جرح وصلك ما تقل العباس ايش قلك خلني من آخر جرح وصلك ما تقل العباس ايش قلك من تواداتو من تواداتو من تواداتو لخادم الحسين علي عبود الغنامي أحسنت يا حبيبي أحسن 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 أحسنت يا عزيزي تفضل بارك الله بك نعم أبو زكريا تفضل هماني إيش عندك أبو زكريا كل ساعة أبو زكريا روح على الشيخ صاحب لا والله عدك من ساعة رحت يمه قال ما عندي تعليق وما حد يحكي يلا توكل شيخنا تفضلوا استاذنا الشيخ طايد تفضلوا ابو زكريا ما تقدم علي لا لا ابد لا ابد 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 طلبتك انا طلبتك وراح اسكتكم قبلك توكل توكل مولا فاضل مولاي حبيبي الله يبارك وعزيزي خادم الحسين الطيب المخلص تاج
ان شاء الله كل احنا بسفينه الحسين يا بعد، وان شاء الله يجي اليوم اللي نقرا امام سيد الشهداء وجها لوجه في جنانه مع محمد وآل محمد. كنت رائع ومميز، الله يوفقك شيخ، وكامل متكامل صراحه من جميع النواحي. ما عندي اشكال، وسيد حسين يضحك، خلينا نشوف ليش. حلوه حلوه حلقك، حلوه يا شيخ. الله يبارك فيك حبيبي، في دورك استاذنا حسام يسري. حبيبي حسنين، فاضل ما عنديش اي نقد يعني خالص، كلها حاجات ايجابيه. شفت شلون صوتك، حضورك، وشك سمح، صوتك سمح ما شاء الله، تخش القلب على طول من الاول الجمله. ما فيش تكليف كتير في الاداء غير في القفله، وتميزت فيها بصراحه، عجبتني انك عملت كده. ما حسيتش ان انت يعني بتفرض عضلاتك، لا بالعكس، حسيتك مندمج مع اللحن، ودي كانت ميزه يعني. الله يبارك فيك حبيبي، احسنت جدا وبالتوفيق وممتاز. شكرا جزيلا. دكتور دغاغله تفضل. حياك الله، احسنت استاذ فاضل، تاج راسي، الله يخليك ان شاء الله، وعنايه ابو فاضل ان شاء الله. سلام. الابوذيه رائعه كانت جدا جدا، خصوصا بهذا اللون العلواني اللي اديته. صوت ما شاء الله رهيب، ومسلطن ومتمكن، ادائك حلو. وطبعا انت اول جيت بجمله فصيحه، قلت تخاطب اخيها، وانا برايي تخاطب اخاها اصح من لو تخاطب اخوها، لو تخاطب اخوها بالمحليه الشعبيه. تعلم منكم. اي اللحن جميل وانت تمكنت منه، بس هو غير جماله، شوي معقد وثقيل اللحن، استيعابه ثقيل للمتلقي. نعم. يعني يكون بانتقالات صعبه، انت قدرت عليها، بس هذا برايي يعني شوي تخفف من هاي الزخارف والانتقالات، بانتقالات زايده شوي. احسنت على كل حال. ان شاء الله نتعلم منك. شكرا، بارك الله فيكم. المسك ابو زكريا. حبيبي سيدنا، شكرا لك، وشكرا لملا فاضل، الله يبارك به. ملا فاضل يمتلك صوت ممتلئ يعني حقيقه، فيه طاقه، وهو متمكن من ادواته، وعنده منطقه الوسط من صوته، وبدايه منطقه الجواب هذه منطقه الاستقرار عنده، فهو على هذه الطبقه يؤدي 10 ساعات ما يتعب، واي متمكن من هذه المنطقه. ملاحظتي في الجواب، انت صوتك قوي، ما يحتاج تدفع بصوتك، يعني ترتقي درجات اعلى بدون دفع. انت صوتك قوي، ما يحتاج هذا الدفع في الصوت، حتى تكون شويه الجمله اهذب. هاي فقط هاي الملاحظه، كلك حلو ما شاء الله ومبدع، والله يبارك بيك. الله يبارك فيك، الله يخليك، وما شاء الله عندك نفس، عندك طاقه تنفسيه حلوه، شفتك طبعا اكثر من جمله. طبعا بعدين شيكته شفت لازم عنده طاقه تنفسيه يعني. نعم. ليش ملا جليل؟ انا شي مثلك ملا جليل، كل خدام الحسين اشرف فيهم طبعا، وكلهم على راسي واتعلم منهم، بس انا اول قصيده تدربت عليها هي قصيده حج الجليل الكربلائي. بارك الله فيك، يعني يحضرني بس المستهل منها. هو يكمل لك اياها، ايش تدري؟ يما خليني على صدري ابكي ودموعي اهيل، لو مشيت شلون زينه تبقى عقبك يا ويلها، تدريني لمواد صعب يا يوم فدوا روح الله جليل. الله والله ما حافظ انا، بس يمكن اقدر اقرا المستهل. إيه؟ الله يبارك فيك. ملاتي هذا اكثر من 70 سنه قبل، ما ادري قبل 70 سنه. حلو. نفس الطبق عندك ملا شوي، يقول تدريني لمواد صعب يا يمي، تدريني لمواد صعب يا يمي، وقبل الجيفين هيا اللي القلب يا يمي. والله ما حافظها، سامحني.
الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. طبعا من رخصة أخوي السيد ومن رخصتك أنت بس تنوه عن موضوع مهم جدا. طبعا اجتمع الأقطاب، اجتمعت الأقطاب الرئيسة في إنتاج هذا المجهود الكبير، ذكر الإمام الحسيني. أنا أعرفها بس مش فاكر سجلت. وتحت رعايته سبحانه وتعالى بأداء الملة جليل الكربلائي وتخليد التسجيل الرائع الأستاذ حسام يسري. طبعا سجلتها يا ام حسام قبل 70 سنه، يعني انت همش اللي عايش قبل 70 سنه. حقيقه حقيقه بيني ما بين الله، انا اتشرف ان اقف امام هؤلاء الله يبارك الناس المؤمنين خدام الزهراء. شرف إلي كبير والله. هو هذا الفوز، هو هذا الفوز عندما أشوف هاي الوجوه المشرقة بنور الولاء. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله جليل. شكرا أساتذتنا، بارك الله. أداء أحسنت. ما هو من هالنوع كان؟ أقرأ لك قرآن. شو أنت ما ترضى تروح، راح نقصك. لسان حالك مجازا عن ملا جليل وآبائنا أبو بشير وأستاذنا أبو عبد الله. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. حبيبي الله يوفقك، بس دير بالك على كيفك. والله حقيقة شعور بيني ما بين الله، يعني حسيت أنا بنص عائلتي، ناس خدام الحسين مثقفين ما يجاملون أحد ومساعدة بيناتهم، ويعني حج عماد ما يتجازى صراحة. إن شاء الله الزهراء هي تجازي. وأنا صغير جدا أعشق يعني سماع صوت ملا جليل وحج باسم الكربلائي مع الرجوع إلى التراث، فكان تعلقي أكثر شيء بالحاج الملا جليل الكربلائي.